هيا فكر اني بحبك يمكن حنشوفك سما يا بطلع معك بالليل لا مرحبا اهلا وسهلا كيفك؟ الحمد لله عرفنا عنا؟ احمد كيفك بالتحديات؟ والله حدا يتحدى؟ هلا هو شو بتعمل بالحياة؟ بدرس هلا انا حاليا اشتغلت شي بالصيف؟ اشتغلت سلطات فواكه اوكي جاهز؟ جاهز ليك انا هون معي سمايلات تمام؟ كل سمايل يعني هن كذا سمايل بيدلوا على اغاني، كيفك بالاغاني؟ تمام تسمع اغاني؟ ايه مين مطربك المفضل؟ والله اجنبي ما تسمع عربي؟ بسمع عربي طيب اوكي لما ندبلش لك يعني تمام جاهز؟ جاهز هاي الموبايل طيب ما عندك مطرب مفضل عربي؟ مطرب مفضل عربي والله كل المطربين بحبه طيب اوكي معنا هون لا منور بلشنا عن طيب شو هاي؟ طيب شو الرسمات اللي شايفها؟ هلا هي الثانية لا انسانية نحن بالأولى ايه الأولى شو؟ شخص عم يقول لك ايه انت معلم وحش تمام الثانية تبع هي لحسام جنة تبع رقصة التابوت شي؟ لا هذا تبع السودانيين ايه تعرف شو هي؟ شو هي رقصة التابوت؟ شو اللحن أو شو بيقولوا؟ دن دارارات دارارات هيا هي غناية لحسام جنة تابوت وشب وصبية يعني طيب التابوت بدل عشان تحبك للموت يمكن هلا فيها للموت بس للموت كلمة للموت على الموت على الموت معك على الموت على الموت على الموت أنا معك على الموت على الموت حسام لا حسين طيب اوكي الثانية هاي ايوه هاي لكازم الصالح اكيد لكازم الصالح واحدة يعني هي العلاقة اول كلمة قولي احبك قولي احبك هاي ما بظن عنها اي لا والله هاي قولي احبك كي تزيد وسامت والله مالي سامعان فيها هاي اوكي اللي بعدها بتحب لكازم الصالح بحبه هاي قال الأرنب لأمه والله أنك وحش طيب اللي بعده فكر هاي مسلسل فكر إني بحبك لا هي يا بتفكر يا هي نهاية مسلسل طيب أوكي شكلك ما رح تعرف لا يا بتفكر يا بتحس يا بتفكر يا بتحس عم هاي عم شوفك سما لا نجوى كرم في عندها غنية بتقول كلمة بالليل شو هي؟ نجوى كرم نجوى كرم عم تقوله للشاب يا بطلع معك بالليل لا لا خليني اشوفك اطلع بالليل او خلينا نشوفك بالليل هيك شيء ولا لا خليني اشوفك بالليل اوكي الأخيرة مش سيرة مين هاي؟ والله ما طيب شو اللي ما عرفته لا هي واخر وحده اوكي شو كان اسمها احمد احمد بتعرف انك انت وحش سلام عن جد ما عمزه ايوه عمرك 15 العمر كله أيوه. محمد ولا احمد احمد احنا جاهزين مقدمه من يلا تي في شكرا لك شكرا كثير لك عفوا سلامتك